من الأخبار المحلية هنروح للأخبار العالمية، وتحطيم الملك المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر رقم قياسي جديد بعد تسجيله هدف في شباك ولفرهامبتون في المباراة اللي انتهت بالتعادل الإيجابي 2-2، عشان يتجاوز بالهدف ده السير كيني دانجلش ويبقى هو الهداف التاريخي السابع لليفربول ب 173 هدف، ويفصله 13 هدف عن الترتيب الخامس عن ستيفن جيرارد اللي في الترتيب الخامس. بنتمنى له التوفيق طبعا في كل المباريات اللي جايه، ان شاء الله يكسر كل الارقام القياسيه.